عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم أنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا التقرير، يعني وين شأننا كيفاش من سوف يكون بطل أوروبا، يعني في الشامبيونز ليغ وين كاين وين مواجهة رياض محرز للجزائري رياض محرز في مواجهة المغربي حكيم زياش في نهائي دور أبطال أوروبا. لمن ستكون الكلمة؟ نا كجزائري نتمنى، مش نتمنى راني دايرها باللي تمني صاي قلعناها، تمني قلعناها مع باريس سان جيرمان. أنا واحد من الناس تمني قلعتها، راني داير باللي غادي يربح. التمني قلعناها نهار باريس سان جيرمان، صاي تمني طاحت نهار باريس سان جيرمان. انا كجزائري جاءنا كيفاش الناس وين دخلوا وين داروا التقرير هذا في بي ان سبور. مغاربه دخلوا قال لك انا نتمنى محرز، نتمنى زياش. كاين اللي مغربي يقول لك نتمنى محرز، انا نتمنى محرز. وكل واحد يشجع ود بلاده، الله يسهل اللي يتبع مغربي، الله يسهل عليه باش يشجع ود بلاده من حقه. انا من حقي نشجع ود بلادي رياض محرز، خاطر علاه تبقى تشوف لهنا وين كوريال راحت فينال، كره داير علينا الحس هذاك امين محمد بن شبيري هذاك. انا الريال انا مزيه الريال وخرت، كره جايب المعايره غير لوالديه، راك تشوف كيفاش مزيه الريال وخرت. والله العظيم انا حفاظ على الشرف العائله تاعك فرحت كي الريال وخرت عليه، خممت على باباك وخاوتك وكلش، ما بغيتلكش على بالك، ما بغيتلكش واحد المشاكل كانوا غادي يصراو لك. خاطر انا كنت غادي تخرج انت بتصريحات الناس كانت غادي ما تخليلكش يا صاحبي. ما يقري انتم تحوسوا هذا الصوالح كيما الشاب زلطي من بلعوا له، من بلعوا لي صال دورها في القنوات ولا يهدر في رياض محرز. الشاب زلطي كي بلعوا له لي صال ما صابش يغني في الطهارات، روح تبع لي السبيطارات، راهم يديروا في السبيطارات، روح غني لهم. على ذيك نقولوا باللي التقرير تاع اليوم وين شاننا كيفاش وين تكلموا على رياض محرز وحكيم زياش، يعني حكيم زياش وين اللي غادي يفري بهذه الكأس ذات الأذنين الكبيرتين. ستحدث مواجهة تقرر من هو بطل أوروبا لهذا الموسم، ستكون صداما إنجليزيا خالصا، طرفاه فريقان عريقان إنهما تشيلسي اللندني ومانشستر سيتي. المواجهة كانت في بادئ الأمر ليلة من ليالي إسطنبول التركية، حيث كان استاد أتاتورك يهيئ الحلقوم أو اللقم التركي للمشجعين الإنجليز المتعطشين للكأس والقادمين إلى هذا الملعب. لكن الوباء حرم المدينة، مدينة البسفور، من هذا اللقاء، وتحول مسار طائرتي الفريقين إلى وجهة أخرى، هو استاد دراغاو معقل فريق بورتو البرتغالي. كل فريق يؤازره 6000 من عتات المشجعين الإنجليز سيكونون موجودين في هذا الملعب لمتابعة الفرق الإنجليزية اللاعبة. الآن عرفنا أين ستكون الموقع بين تشيلسي البلوز حامل لقب الدوري الممتاز 5 مرات وطبعا أحد عمالقة الكرة، ونتحدث عن خصمه مانشستر سيتي الفائز بالدوري الممتاز 5 مرات هو أيضا، منها 3 مرات في المواسم الأربعة الأخيرة آخرها هذا الموسم. نحن نعلم أن مدرب السيتي بيب غوارديولا كان متحمسا جدا لأحدث ألقابه في الدوري الممتاز. هذه لقطات له وهو يحتفل بهذا الشكل، انظروا إليه، إنه يدخن السيجار الكوبي ويطرب على نغمة أغنية فيغنيها. من كان يعلم أن هذا المحنك يتصرف بهذا الشكل؟ كنا نظن أنه خبير في التكتيك فقط. إذن غوارديولا ربما يحضر سيجاره وأغانيه للاحتفال مع السيتيزن. سنكتشف الفرق بالإنجازات بين غوارديولا وتوخل، فبنظرة سريعة على سجله الحافل مقارنة بضيره مدرب تشيلسي. توماس توخل مدرب البلوز لم يفز بأي لقب في الألقاب دوري الأبطال من قبل، رغم أنه بلغ النهائي العام الماضي مع باريس سان جيرمان، لكنه فاز مع النادي الباريسي بالدوري الفرنسي مرتين، حاصل على 4 كؤوس، 3 منها في فرنسا وواحدة في ألمانيا مع نادي بروسيا دورتموند. أما غوارديولا فإنما حل جلب معه البطولات،
مع برشلونة خطف دور الأبطال مرتين، وفاز كذلك مع البارسا بالدور المحلي 3 مرات، وثلاث أخرى حدثت له مع بايرن ميونخ، ومثلها مع فريقه الحالي مانشستر سيتي. هذا بالطبع من غير 20 بطولة الأخرى، بطولات أخرى طبعا، بينها 3 ألقاب من كأس العالم للأندية. هذا التاريخ الحافل يجعله يجيب بثقة عندما يسأل عن النهائي. غوارديولا يقول ببساطة: أنا واثق من فريقي، لا يمكنك تخيل مدى ثقتي في فريقي وما يتعين علينا القيام به. مقارنة بهذه الثقة التي يتمتع بها غوارديولا، كيف كان رد توخل عندما سئل عن استعداده للمباراة المرتقبة؟ نتابع. مانشستر سيتي هو الأعلى حاليا، فهو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وقدم أداء استثنائيا في دوري أبطال أوروبا، ونحن الفريق الذي يسعى للوصول إلى مستواه واللحاق به ومنافسته. لكن الكأس الأوروبية الأغلى لا تأتي بها قدرات المدربين فقط، أيضا إمكانات اللاعبين ومهاراتهم على أرض الملعب لها دور كبير. تكمن قوة تشيلسي في خط دفاعه، فبفضل تألق مدافعه أنطونيو رودريغر لم تتلقى شباك الفريق سوى 16 هدفا فقط في 29 مباراة مع المدرب توخل. أما سر تفوق مانشستر سيتي فيكمن في مهارة مهاجميه مثل رحيم ستيرلينج. طبعا مهاجموه سجلوا 131 هدفا في 60 مباراة. هذا النهائي سيشهد مواجهة مغربية جزائرية، النجمان محارب الصحراء طبعا تعرفونه جيدا رياض محرز، وكذلك الساحر حكيم زياش، قد يلعبان دورا محوريا في تحديد الفائز. الدولي المغربي لعب كجناح أو الذي يلعب كجناح لديه 39 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، لديه 4 تمريرات حاسمة وكذلك 6 أهداف. لكن الجزائري إذا تحدثنا عن رياض محرز يتفوق عليه في كل الصعود، حيث لعب 47 مباراة مع مانشستر سيتي، لديه أكثر من ضعف التمريرات الحاسمة، 9 منها خلقت هدفا، وأكثر من ضعف الأهداف إذ سجل 14 منها. إذن مشاهدينا، الحقيقة أن مان سيتي يتفوق بلاعبيه وقوة مهاجميه ومدربه، وفوق كل ذلك هم أبطال الدوري الإنجليزي هذا الموسم. إذا كنت من مشجعي البلوز ربما تكون متشائما قبل هذا اللقاء. ماشي سهلة. رياض محرز كبير بزاف، كبير بزاف، لكن هناك أسباب للتفاؤل. في الحقيقة إنهما سببان، فالتاريخ له رأي ويقف إلى جانب تشيلسي الذي هزم مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس إنجلترا وفاز عليه أيضا في الدوري الإنجليزي. وإذا لم يكن هذان سببان كافيين للتفاؤل، تذكروا هذه اللقطة للاعب تشيلسي الأسطوري ديدييه دروغبا عندما سجل ركلة الترجيح التي حسمت دور الأبطال لحساب تشيلسي عام 2012، رغم أن أحدا لم يكن يتوقع أن يقتنص البلوز اللقب الأوروبي الأغلى. بعدها كانت هناك ليلة لا تنسى في تاريخ النادي الإنجليزي، عمت فيه الاحتفالات، وهي احتفالات لم يرى مثلها الفريق السماوي مانشستر سيتي من قبل. ربما وقت هذا وقت لا كل واحد وقت وضرب جاء وقت رياض محرز، هذا جيل تاع تشيلسي تاع دروغبا كان فيها كيسموه كان فيها الانتر، فيها هذه كانت ايكيب كبيره. ضروك هذا ضروك كلش تبدل، وضرب وقت رياض محرز هذا المباراه حنايا كيما يقول لك تمنيات قلعناهم. رياض محرز قضيه تاع وقت برك، انا بنت لي راهم كاتبينها مانشستر سيتي تشامبيونز ليغ، انا تبان لي كاتبينها خاطر هما من الضربه تاع هي في 99 باير ميونخ مانشستر يونايتد، كان باقي دقيقه راحوا كتبوا باللي باير ميونخ هو بطل اوروبا،
قالي زاد مانشستر سيتي مانشستر يونايتد وزاد المتزاوج في دقيقه في لافه في التعاود في كيما يقول لك في 90 دقيقه ماركاو دو بيت. يا شي يقول لك هو قال لك دروك لازم تتكمل البارتيه لاربيتي صفر لافه باش نكتبوا حنا محرز دروك كاتبها ام كاتبينها المحرز صايي سي بون انا نقول لكم